فعلا يعني القرار تأجيل إلزامية الدفع استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني قرار صائب. لماذا؟ لأن من جهة القطاع التجاري لاحظنا أنها ما زال ما كانش استعداد كامل وما كانش ثقة في العملية، وحتى من جهة المواطن المستهلك ما زال ما هوش مستعد ذهنيا ومش مستعد نفسيا للتعامل مع أجهزة الدفع الإلكتروني. لذلك تم هذا القرار اللي اتخذته مصالح وزارة التجارة إلى غاية 31 ديسمبر 2021، لكن هنا لابد من توفير شروط لنجاحه هذه المرة. الشرط الأول، لابد من إضفاء مرونة أكبر على المؤسسات المالية، لأن هذا التاجر اللي يستعمل معناتها جهاز الدفع الإلكتروني ويروح من بعد يخلص ويقولوا له مازال ما دخلوش مازال ما خرجوش، هذا مش راح يشجع. الأمر الآخر، لابد من ضمان أيضا تدفق الإنترنت بصفة كافية وأيضا ما تكونش كاينة انقطاعات. الأمر الثالث وأيضا هام المهم هو أيضا الدور تاع المواطن. المواطن لازم يتوعى، لازم تكثر العملية التحسيسية للمواطن أن جهاز الدفع الإلكتروني ما هوش جهاز للمراقبة مادة استهلاكه وما هوش جهاز لمراقبة التاجر، وإنما هو إضفاء الشفافية وحماية للتاجر وحماية للمواطن. أمر آخر لابد أن يعالج، شفنا بلي كان بزاف تجار ما هوش مستعدين يتعاملوا بأجهزة الدفع الإلكتروني لأن ما عندوش ثقة، يقول لك يا ودي يراقبوني في مسألة تاع الضرائب، ما راح تكون عندي رائب ضرائب أكثر. لذلك نطالبوا أيضا بمراجعة المنظومة الضريبية بالتخفيض باش تشجع جميع المتعاملين من أجل العمل الاقتصادي في إطار شفاف.